Okay, hello everybody. Thank you for coming. Today we have an exhibition here. It's about the Iranian traditional art, totally the old one and the modern one. And I wanted to represent the Iranian traditional art. معرضنا اليوم الموضوع على الفن التقليدي اللي نسميها مينياتور. وهذا الفن يراوي إيران القديم على الإسلام من كان الزمان القديم الإيران التقليدي الإيراني الفن. وإحنا عندنا الفن القديمة والشكل الجديد من الفن، وإحنا نراوي الاثنين الفنات هي بشكل واحد. It's almost 15 and the most valuable are the paint of His Majesty. احنا عندنا 15 لوحات، ومن من ابرز اللوحات عندنا اثنين لوحات، لوحة صورة السلطان قابوس His Majesty. احنا يعني وايد متأثرين من هذا المملكة، من هذا السلطنة والسلطان قابوس. احنا نقدر نشوف هو في شعبه